السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الأوقاف، مجموع الأوقاف الخيرية للشيخ سليمان الراجحي الله يطول بعمره، تتجاوز طبعا أكثر من 60 مليار ريال، الله يتقبل منا ومنه. ريعها السنوي يروح للأعمال الخيرية، أعمال البر في مختلف المجالات. ودك تكون شريك معاه في الأجر بعمل بسيط جدا، والمعلومة هذه هو ذكرها في كتابه سليمان الراجحي، قصته مع الأوقاف. لما قرأت المعلومة هذه أنا صراحة تفاجأت، ورحت أأكد المعلومة من أحد الأشخاص المقربين من الشيخ سليمان، قال لي نعم المعلومة صحيحة، وأن الشيخ سليمان دائما يذكرها في مجالسه الخاصة. بعمل بسيط أبوريكم وش العمل وبنرجع. شوف هنا وش يقول: أود أن تعلم زوجاتي ويعلم أولادي ذكورا وإناثا أني قد نويت أن يعود أجر وقفي لي ولوالدي ولزوجاتي ولذريتي من الأولاد ذكور وإناث، ما تعاقبوا وما تناسلوا، ولأجدادي وجداتي ولأعمامي وعماتي ولأخوالي وخالاتي ولجميع أعضاء المجلس الذين يخدمون هذا الوقف، وكل من أسهم ومن يسهم حالا أو مستقبلا في هذا الوقف بجهد أو رأي أو مشورة أو نصح أو تيسير أمر من أموره أو دعوة صالحة. هذا مقصدنا، دعوة صالحة، يعني تدعو الشيخ دعوة صالحة إن شاء الله تكون شريك في هذا الوقف العظيم. شفت كيف بالعمل البسيط اللي هي الدعوة صالحة، دعوة صالحة، والشيخ استاهل دعوات للأمانة، تكون شريك في هذا المشروع وهذا العمل الجبار والعمل العظيم. أسأل الله أن يتقبل من الشيخ سليمان هذه الأعمال الخيرية، وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن يبارك له في ماله وولده ووقته وعمله وصحته، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يختم له بهذه الدنيا بخاتمة حسنة. أسعدتك هذه المعلومة وهذا الخبر، أسعد غيرك، لا تحرم نفسك الأجر، وصل المعلومة لغيرك بأي طريقة كانت، لو كانت مشافهة، وإن شاء الله تكون شريك بالأجر، والدلع الخير كفاعلة. في أمان.